طيب بكره مباراه مهمه جدا وصعبه جدا، مباراه الاهلي والزمالك. الاهلي بطل للدوري، والاهلي توج رسميا بطل لهذا الموسم قبل ما يلعب مع الزمالك، ولكن في نفس الوقت احنا عندنا مباراه مهمه ما ينفعش يبقى فيها تهاون او فكره ان احنا نحتفل او نتكلم على احتفاليه وتتويج في المباراه، لان احنا عندنا مباراه فيها 90 دقيقه اكيد المنافس عايز يلعب وعنده دوافع كبيره جدا حتى لو هو خسر اللقب، ولكن دوافع اكيد انتوا فاهمينها وعارفينها. اي مشجع كوره هيبقى فاهم لما يبقى في فرقتين دايما ما بينهم تنافس سنويا على فكره مين بطل الدوري وفريق بيفوز ببطوله ولسه هيلعبوا بعض، بيبقى في تنافس على فكره لا انا عايز اكسب البطوله عشان يعني ايه ابوظ لك الفرح زي ما بيقولوا. ولكن كلنا عارفين ان الاهلي دايما وابدا لما بيكون داخل على مباراه مهمه حتى لو توج بطل بالبطوله لازم يلعب المباراه دي بالقوه الكامله وبالتشكيله الكامله عشان يفضل متصدر ويعمل نتيجه كويسه، وفي نفس الوقت يحافظ على شباكه نظيفه ويحافظ على سلسله الانتصارات، وكمان ما يتعرضش لاي خساره في ظل ان الاهلي على مدار الموسم الحمد لله ما فيش اي خساره في رصيده من المباريات. كل التركيز هيكون على المباراه وتعليمات كولر للعيبه، نركز هنلعب على 90 دقيقه، محتاجين نكسب، محتاجين نظهر بشكل كويس. الاهلي بيلعب هذه المباراه وهو بطل الدوري وبطل افريقيا، فالناس كلها هتبقى مستنيه تشوف في مباراه القمه بطل الدوري بيأدي ازاي، بيظهر ازاي، بيلعب ازاي. كل دي نقاط مهمه جدا، واحنا كمان حتى هنا من خلال شغلنا ودورنا الاعلامي عارفين ومتاكدين ان الاهلي دايما لما بيشتغل في المباريات المهمه اللي زي دي ازاي بيحضر لها كويس، لكن في نفس الوقت دورنا اللي احنا ننقل ده للجماهير، لان احنا كمان جزء من المنظومه والجماهير فاهمه ان حتى بعد اعلان الاهلي بطل للدوري العام الاحتفالات كانت لمده كام ساعه لغايه بس ما نخلص ماتش الزمالك، وان شاء الله باذن الله هيكون بقى الاحتفالات حتى نهايه الموسم، لان كمان تقرر رسميا ان الاهلي هيستلم درع الدوري يوم 19/7 في مباراه الاهلي وحرس الحدود، وكلنا عارفين ان هذه المباراه هي مباراه النادي الاهلي. بعد مواجهه الزمالك الاهلي عنده مباراتين، ولكن يعني هتكون عنده مباراه يوم 16/7 مع المقاولين في ملعب المقاولين، فده مش ملعب الاهلي، لكن بعدها ب 72 ساعه الاهلي هيستضيف الحرس يوم 19/7 باذن الله، وان شاء الله المباراه دي اللي هيتم استلام فيها درع الدوري العام بعد الاتفاق اللي تم ما بين رابطه الانديه مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. بالامس تم تسليم الدرع للرابطه، وبالتالي تم الاتفاق على التوقيت المناسب اللي ممكن الاهلي يحتاج فيه او شايف ان هو يبقى مناسب لاستلام درع الدوري العام. طيب من هنا لغايه بكره اتمنى ما اسمعش بقى كلام على الصفقات والتدعيمات وايه اللي ممكن يتم خلال الموسم اللي جاي، لان احنا عندنا مباراه فيها 90 دقيقه مهمه جدا وعندنا غيابات، عندنا السولية، عندنا كمان غياب محمود متولي، موقف اليو جانج لسه هنشوفه خلال الساعات القادمه، ولكن مش عايزين نتكلم على الصفقات والتدعيمات لان عندنا مباراه مهمه جدا بكره. واي حد ايا كان اعلام محايد، اعلام بينتمي لنادي منافس، هيحاول يزود التون شويه في موضوع الصفقات ويتكلم على فكره المبادئ والقيم والثوابت، وانا هنا طلعت واتكلمت وعلقت في القصه دي من حوالي 3 ايام، بس من النهارده لغايه بكره او حتى بعد نهايه الموسم لغايه لما الاهلي يعلن عن صفقات الموسم الجديد، اي حد يقول لك المبادئ والقيم بكل بساطه وبكل صراحه، هي المبادئ تخصك ولا تخصني انا؟ ده شعاري انا ولا شعارك انت؟ بكل بساطه الموضوع بسيط جدا والموضوع سهل جدا، انت بتستخدمها في التوقيت اللي يناسبك انت ولا انت اصلا مش معترف بيها؟ وهل الموضوع اصلا يخصك انت ولا يخصني انا؟ وانا بتكلم على صفقاتك؟ انا بتكلم على تدعيماتك؟ هل بتكلم على لعيبتك؟ ما بتكلمش. يبقى يا ريت كل واحد يبص في شغله وياخد باله من شغله وما يتكلمش على فريق منافس. وانا قلت قبل كده احنا هنا عمرنا ما هنبص على حد ولا هنتكلم على حد، لان احنا عندنا الحمد لله ماده تسمح لنا ان احنا نقعد نتكلم باليوم وبالشهر وبالسنه ومش هنخلص.